لازم اشتغل اكتر واكتر واكتر عشان اعمل فلوس كتير. انا ان شاء الله هكون اغنى انسان في العالم كله. يا استاذ يا استاذ كنت عايز النتيجه يا استاذ. اسمك ايه يا حبيبي؟ اسم محمود مودة مدزة. محمود مودة مدزة جايب 66% يا حبيبي. وانا يا استاذ اسمك ايه يا حبيبي؟ استاذ صيودة. الصياد صيودة. الصياد صيودة. للاسف يا حبيبي جايب 58%. يا لهوي. الله يخرب بيتك يا صياد، قعدت تقول لنا نحفظ القانون نحفظ القانون لحد ما سقطنا. وانا ذنبي يا محمود، انا كنت فاكر هو هينجحني. الحمد لله يا رب. كل فلوس فعلا شاق الواحد. الواحد لازم يشقى ويتعب علشان يوصل للي هو عاوزه. فلوس كتير، انا كده اشتري اللي انا عايزه، كده هحقق طموحاتي واحلامي، كده بعد 10 سنين هرجع للصياد وابراهيم ولا الصياد ومحمود واعرفهم تمامهم. الله يخرب بيتك يا صياد، فشلتنا وخليتنا اسقط ومش هدخل كليه الطب. انا ايوه انا يا صياد. ولا ذنب يا محمود، مش انت قعدت تقول نحفظ القانون نحفظ القانون نحفظ القانون؟ اهو القانون ده اللي خلاك سرنجة. مش النهارده 31/2/2024؟ عندك حق، ده ميعاد القناص. تعالى تعالى بسرعه روح لقبله بسرعه. محمود، هو ده محمود اللي كنا متفقين نتقابل فيه بعد 10 سنين. يا صياد، هو راح فين الواد ده؟ بص يا محمود، انا حاسس الواد ده اصلا اختار طلع ايه يا محمود ده؟ تتخيل طلع ايه دلوقتي؟ اعتبره فاشل وسقط وراح يشتغل في اي حاجه، زباله اي زباله اي حاجه. ده اللي انا حاسه برضه. انا برضه. ايه ده؟ ايه ده محمود اللي جاي من بعيد ده في العربيه ده؟ ايه ده؟ القناص؟ انت بقى معاك كام؟ معايا كام؟ انت طلعت ايه يا صياد؟ فكرني كده. انا الحمد لله نجحت في الثانويه العامه ودخلت كليه التجاره. انا بقيت سرنجه. سرنجه؟ فاكر يالا انت وهو لما كنت بنط مع عصور المدرسه وبهرب واتريقتوا عليا واتفقنا ان احنا بعد 10 سنين هنتقابل هنا؟ اهو احنا اتقابلنا هنا، وانا بقى معايا عربيه وبقيت غني ومعايا فلوس كتير، وانتوا الاثنين بقيتوا فشله. فاكرين ولا مش فاكرين؟ فاكرين يا قناص. بس ما تجيب لفه بالعربيه يا قناص كده، يا قناص معاك دلوقتي لفه بالعربيه مره واحده. عايز اقول لكم حاجه قد كده اهو، بس اللي ما وقفش معانا في الصبه والخرسانه مش هيخش الشقه وهي خلصانه. يلا يلا.